هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. عودة النجم الودادي السابق في الميركاتو. اقترب محمد أونجم صانع ألعاب الزمالك من العودة لناديه الأصلي الوداد الرياضي نهاية الموسم الجاري، نظرا لعدم اقتناع المدرب البرتغالي للنادي الأبيض بقدرات اللاعب وعدم الاعتماد عليه خلال المباريات الأخيرة للفريق، الأمر الذي سيعجل برحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي. وقد فتح اللاعب قنوات الاتصال مع مسؤولي نادي الوداد الرياضي الذين رحبوا بعودة عودته، خاصة وأن لديه تجربة جيدة في الموسم قبل الماضي عندما خاض موسما مع الوداد الرياضي على سبيل الإعارة ونجح في المشاركة بشكل أساسي ونال إحسان أو استحسان الجميع. ويرغب أونجم في الرحيل المجاني عن الزمالك حتى يتسنى له التعاقد مع الفريق الأم الوداد بشكل مباشر، وهو ما سيمنحه الأفضلية في الحصول على أكبر عائد مادي. من ناحية أخرى، تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك المصري برئاسة أمير مرتضى منصور تسويق بعض لاعبي الفريق الزملكاوي خلال فترة انتقالات صيفية المقبلة بعد ظهورهم بمستوى أقل من المعروف عنهم لفترات طويلة ولم يقدموا مستويات متميزة مع الزمالك خلال الموسمين الماضيين. ولعل أبرز الأسماء التي ترغب إدارة الكرة في تسويقها هو عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، والذي فشل في إقناع البرتغالي المدرب لفريق الزمالك المصري بمستوى مستواه، فضلا عن تألق الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، مما يعني انعدام فرص المشاركة لعبد الله جمعة في المباريات تحت قيادة فيريرا. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.